انا مثلا حاسه ان روح والدتي معايا، وان الجائحه اللي احنا بنمر بيها دي هي علشان ربنا بيدينا كده درس صغير كده، هو ناخد بالنا من معاملاتنا بالنسبه لنفسنا ومعاملاتنا بالنسبه للاخر. بتخليكي تقعدي في البيت تستمتعي اكتر بالاهل وبالاحباب اللي معاك. يعني انا كنت اتمنى ان امي مثلا تفضل عايشه لحد دلوقتي عشان ابقى جنبها اكتر، وانا شايفه ان احنا عمرنا ما هنرجع زي ما كنا الاول. يعني في حاجه هتقل، في حاجه هناخد بالنا في حاجات احنا ما كناش واخدين بالنا منها، بس ازاي انت تستقبليه، ازاي انت تشوفيه، ازاي انت تاخديه لمصلحتك، هو ده انت اللي بتقوليه.